اصلو ادب اصلو ماشي فلو اصلو ماشي بوز فلو لبغيتي عندي بولي نوري كوز تراك ليست الراب المغربي عادت من جديد. واش قول لي راسكم الدراري في هذا الابيزود غنهضروا على كاع التراكات اللي تحطوا في الراب الزوين والخيب، وكذلك غنهضروا على اخبار الراب والرواب ديالنا. ما غادي نخبي عليكم حتى شي حاجه، يعني اذا دخلت لهذا الفيديو انا كنوعدك غادي تخرج فيها من كاع البلانات اللي واقعين دابا، ما عليك غير تفرج من الاول حتى الاخر وما تزقر حتى شي حاجه. طلب بسيط منك، اي واحد شاف هذا الفيديو يدير الكومونتير يعبر عن الراي ديالو بكل حريه، راني كنجاوب على كل شيء. وتبارطاج البلان مع اصحابك وتبارطاج الحلقه في كاع لي باج الراب سواء كبيره او صغيره. نبداو باول فقره عندنا اللي هي تراكات. هادو هما اهم التراكات اللي تحطوا مؤخرا في الراب المغربي، وبدايه نبداو بالفرده الجمهور ديالو الحراده اللي كيتسناو بفارغ الصبر يرجع لهم بالبوم سكوبيدو اللي حطوا في سبوتيفاي. وهذا الالبوم كان تحط ايام فاش كان الاي كي اي ديالو سميتو سبوبو. نبداو باول تراك في الالبوم خليني ننسى. صحاب ما صدقوش صحاب ما صدقوش، زاري درتو في مختفون ما لقيتوش، درت الخير ما صبتوش خير ما صبتوش. الكاليتي ديال التراك مزيانه لان زيد خدم عليها في الاستوديو باش تخرج حسن، والا جينا نسمعوا الفيرسيون القديمه غنبين الفرق. صحاب ما صدقوش صحاب ما صدقوش، زاري درتو في مختفون ما لقيتوش، درت الخير ما صبتوش. ما لاحظتوا الدالي ملي كوبارينا بالكاليتي القديمه والجديده كاين واحد الفرق في الصوت، وكانوا بعض التراكات في الالبوم اللي مزيانين بحال جايب العز الراس. العب التموكيل توحش الرابي مثل فري في سونتر فيل، شله كوبليات نسيتهم بسبب ليك زوميل، وبحال غنبقى بوحدي. كبرنا رجاله سفرينا جبنا العز قبل ما تصغينا، قرينا الكسالى براسهم براسهم. وكذلك خاطينا الحس خاطينا الفراده ديال طوني مونتانا، كنشوف اصدق شي اللي سمونا الحراده، خاطينا القواده ما كاينش لي سطانه قدوك لي كانوا عندنا حنا. هادو كلهم تراكات عاود حطهم الفرده كاكبر دليل بان الفرده هو سبوبو. وإلا بغيتي تعرف بزاف المعلومات عليه دخل تفرج في القصه ديالو اللي ضرب نص مليون تقريبا ديال الفيوز. وثاني ارتست معنا في لا ليست هو لسان الحر بتراك كيلي جولي. سنة الزين يدوز ولاد جلابة غوز، المشية كيف الحمامة خنافرها في السمو البوز. مرسول اللي كله تحرش بالزين المراكشي، وبالنسبة للتكنيك تاع التقصار فوق الانستري انا جاني كيشبه بزاف شارك بي اتش اي نفس الريتم، ولكن هو خدمها بروفيسيونيل وعرف يختار الكلمات ديالو بعناية. وثالث ارتيست معنا في لا ليست هو الشاو فيت حسن ونايرة تراك بابور لوح. انا في دربي كل ليلة دربي مفزع بالفينيد، وصلا زيرمي كبرنا الرجال كنشوف قدامي. مورسولي ديما في ليزيات عندي وديما عايش معاه الفايب لانه في واحد لي غفغه ما يمكنش، وكيتوشي اي واحد ولد الدرب. ميوزيكال معجبني، الكليب مصور بالغرب وبين على لافي ديال الدراري تما، وكل واحد باغي يصوفي راسو الله يسهل عليه. ودابا جات نوبه نزار بتراك ولد اللي ضاع. نزار ديجا بيت المانا عام، مانا عادي مانا واو مانا غادي مانا واقف. مورسولي تحط اوديو، وبالنسبه للارباح ديال هذا البروجي كلهم غادي يمشيو لواحد الجمعيه في العرائش. ولاحظتوا مزيان في الكوفر ديال التراك غادي يبان لكم بعض الكلمات او الرموز اللي كتبين على الشخصيه ديال النزار، بحال كلمه المخيم لعب دور كبير في حياته، وكذلك الكلمات بحال اناشيد تويشيه او زيزا. والا بغيتو تعرفوا اكثر عن القصه ديال النزار ومنين بدا الراب الطفوله ديالو وكيفاش عاشها راه كاين الحلقه في لاشين بالديتاي ديالها، غادي نخليكم ليها في ديسكريبسيون. والان نوبه السعر بتراك 8. هادشي غير ون ويفيق لي مكون ويبرزط لي في بونتوز اوز هذا غصار عاد فاق. نقدروا نقولوا على التراك واو، وتحط فيه الراب 100% وجا في لي غوفران ديال التراك كلاش 21. عجبني المورسو انا بزاف. ودابا نوب تريس اللي حطينا تيزر من التراك الجاي ديالو كيوس. المورسو عندي غنسمعكم بارتي منه باش ما نحرقوش ليه التراك كامل. تيلي بادي ام عايز سينس داي وان، عارفاني كندير غير لي فراسي كاع ما كنسول وات داي وان. ودابا جات نوبة ستورمي ولا كلادي توتو اللي ضربوا روميكس للتراك مارادونا. مارادونا حق هذا غير تاحو خوطنا قبل ما نكون كرهونا. بالنسبه للكليب تصور في نابولي وسط احياء لا كامورا، والايطاك ديال مارادونا مطليين في كاع الدور. باش تصور كليب وسط كارتي ديال لا كامورا خاصك تكون عندك معرفه صحيحه وكاين ايطاك عليك تما، لانه هنالك ممنوع التصوير. اذا بجت نوبه فيرا بتراك شتيشي. مظلم قدا كلافات لاسيد والماش، بنادم حمق لا تعدى مستقبل خاصو انعاش. حنا كاملين عارفين بان فيرا كيخدم مع ديزيدروس وكيوجد فيه باش يسيني مع شي ليبل، لانه كيخدم كليبات عاربين في النيفو باش يدفعهم في ستيفي ديال راه ما نالو سينا بجوج تراكات. وتاسع واحد معنا في لا ليست هو فيغوشي بتراك لالا ومالي. باقي بالي ما ناش مازال الدمع فيني كنزور راسي لا جات فيا انا ماشي في غيري.
مورسو اللي كانت الموسيقى فيه عاطفية كيلعب على الوتر الحساس ديال البيبليك. وخرج هو نيت كيقولها لهم بأنه مازال كيعاني من الاكتئاب، ودابا نوبة بوقال بتراك بزنازة. دابا راه مسكا بلال احتيران باغي كيبيعو في الكينات، من دابا كيغاتيراش الهيت تاع بوقال كيف ديما، ومورسو فيت مع طوني جانج. بوقال جاب واحد ستيل في الراب كيبين على الواقع ديال نيفادا في كازابلانكا، وبالنسبة لسنوركس غيجينا بتراك حاء. كانوا بحالش كان شوق ولا وبحرموني حيت ماشي نحاس، مكان حاشي الحاد معاملة الرجولة ما كان حديش لقاف. شي تلت شمحان من بعد ما تحط في يوتي، والسبب هو الانترو ديال تراك او حرف حاء اللي كينسبوا ليه واحد الشخص اخر. قضى العب الصمد يحل المشكل من بعد ويرجع التراك للبيبلي، وراه ضارب فيو صعب صح ما يمكنش يدافع فيه. والكليب تصور في دربهم وبالضبط زنقة القيروان بمدينة اسفي، ودابا نوبة عبدو بتراك بطل اولمبي. باقي وقتها في بلاندي الموتي لا كتابت غادشي لاندي، ما كنحتاجش نسرح اي حاجه كاندي. نفس الشيء ديال عبدو، واخا عبدو كيتعرض لواحد العدد كبير ديال الانتقاد هاد الايامات، وهاد الموجه تقدر تهرس ليه الكارير ديالو او تقدر تطلع فوق البوديوم على حسب كيفاش غياخذها هو من وجهه النظر ديالو هو، واش غياخذها بوزيتيف وديفلوبي راسو ولا غياخذها نيجاتيف وهبط راسو. لا دابا نقدر نقولوا سالينا تراك ليست الراب المغربي، ودابا غادي ندوزو لثاني فقره معنا في هذا الفيديو اللي هي بلانات. اول بلان عندنا هو البلان ديال طوطو اللي خرج بستوري كيقول فيها بانه نمبر 1 ارتست في المغرب من ناحيه الارقام ولا تروفي، وما كيعيطوش ليه الفيستيفال ديال البلاد رغم انه كيعمر كاع لي سال اللي مشى ليهم بحال فرنسا وليبيا مؤخرا. خيطها نشرحوها بالخشيبات. اول حاجه ديجا انت عندك مشكل مع الدوله وانت راك عارفه، وثاني حاجه ما غتبغي حتى شي جهه معينه تافيشي معك، والسبب راه باين لانك كتشرف فوق لاصين وكتفليونسي بزاف ديال الشباب. يعني الا بغيتي تطلع للفيستيفال في المغرب خاصك تصلح المشاكل ديالك الداخليه باش اي وزاره جابتك ما تسمعش الهضره. ونبقاو مع طوطونيش اللي خرج بستوري كيقول فيهم انه مشى ليبيا وما كاينش واحد وقفه او اعتارضه، ومشى فرحان ودوز الكونسير ديالو تمايا بكاع الحب وعطاو الكاشي اللي بغى. واحد اللعيبه بغيت نزيد نقولها للفيستيفال خما كثرت الهضره على الفيستيفال بالرجول، مي بو بريسيزي واحد البلان حيت بنادم يمكن يكون بنادم دايخ يصحابو انا راه كن ما عرف شنو كندوموندي شي تمن ما كاينش. ليبيا وخلصوني ليبيا قلت لهم تمني وخلصوا ليبيا. حرب كدوز كتقال قرطاس باقي نضرب في الحيط ليبيا ليبيا. دخلت تما ما شفتش المطار كيدير اوكي، كيدخلوك من جهه العسكر ما شفتش الديوانه باسبور ما شف ما ما ما, ما ساكي ما داز ما وال وال ما شفتش الحس ديال بورتيك ولا شي لعيبه. سلام سيدي دوزينا في قاعد كبار الزوار وكذا ليبيا كندوي عليه ليبيا. القضيه ما كتعلقش بالفلوس اخيطا، خاصنا نهضروا في الواقع. الا جينا نشوفوا ليبيا من كوت ايكونوميك راه هي محتاجه الناس يجيو عندها للبلاد، واي واحد عنده شهره غيجيبو للبلاد باش يبين بان البلاد فيها السلم وما فيهاش الحرب. من ناحيه الانفلونس كيفاش انفلونس لي تورستيك باش يجيو ليبيا، يعني في الصالح ديالهم هما يجيبوك نتايا، والسبب هو النمبر ديال الفولورز عندك في انستغرام ويوتيوب والناس اللي كتبعك. اما بالنسبه للمغرب راه حتى معروف في المغرب والبيبليك ديالو الاغلبيه في المغرب، يعني ما كاينش واحد الانفلونس كبير بحال لي تورستيك كيجيو للمغرب. مثلا بحال جبنا نيكي ميناج او جبنا امينيم للفيستيفال ديال الموازين، يكون واحد دو واحد لامباكت الكبير للبلاد. وثاني بلان معنا هو دادا تر اشهار شركه هند شولدرز. بدات من حلمه جات بالدراع وجبنا العز، هكا حياتنا كتعاش كل نهار كنزيد نكتشف كل نهار كنزيد نبني درجة اللي تخلينا الفوق، عمر لي فراسي ما نبدل وعمر راسي ما نحني. ما كتقشروش رجلي في الارض راسي في البيك كندور على راسي وسط البيست، عمرة في خاوي في دار الديس تعلي البرا نبوم بالديبس، كنقصد الموجة دالاتلانتيك ما كتقشروش كنبين ليك ورقة وستيلو كنعطيك ديسك. ما كتقشروش عمر لي فراسي ما نبدل وعمر راسي ما نحني. ما كتقشروش كنقولها فاس مي ضايف الصدر، واخا بزاف لي قلبو الفاس ما غتوصلش وعطاو بالدار، عطيتها الجاد وعطيتها عمر عطيتها قلبي عطيتها قصر، بغاتني مره بغيتها اكثر وراتني طريق علمتني صبر، واخا باقي في وسط الليل كنتسنى احلامي تكون حلمه كتساريني العالم موتيفاسيون كل يوم معاك فاش ما بغيتي حيت ما نسيتش انا منين جيت وتا منين جيت عارفيني شكون. ما كنتقشروش كنقولها نيشان عمر لي فراسي ما نبدل وعمر راسي ما نحني. واحد كتجي ديما قطره بقطره كنبغيو ديما الرقم واحد كنبغيو
نصبوا راسنا بلا قشره. صراحه هي حاجه زوينه نشوفوا رابر ما فيش شي مع شركه كبيره بحال هيدا شولز اوكي بروموتيل برودوي ديالهم وتاش بلا معنا. هو ايل باترون خرج بستوريات كيقول بان الراب المغربي صعيب ديفلوبر والسبب هو البيبلي لانه نهار كيدير شي حاجه فيديو على الراب المغربي كيتعرض لبزاف ديال الانتقادات وكيواجه بزاف ديال الخبرات اللي كيسحب لهم الراب ديالهم. الفيديوهات اللي تندير ما تنجيبهمش من راسي، تمشي تشوف فيديوهات ديال اليوتيوبرز ديال امريكا، تمشي نشوف وثائقيات، تمشي نشوف اي لعبه مثلا على الموضوع فلان فلاني وتنكتب الفيديو بطريقتي. هذاك الشيء ما تنجيبوش من راسي. وكاد كاين واحد الناس اللي تيصحاب لهم انه الراب ديالهم برو كامون برو جولة الهضره مدونه باغي نقولها. تخيل معايا يا صاحبي راه كاين شي وحدين كاين بنادم تيصحاب له انه الراب ديالو برو لا هو ديالي لا هو ديالك. حنا مغاربه حنا افارقه حنا بعاد على داك داك الهيت ديال الموسيقى ماشي ديالنا الثقافه. حنا اخذينها من واحد الناس وكذا. بلا ما تجي تقول لي ولا وكتا انت فيك تشي وفيك انت وباك برو شات ذا فاك. تخيل معايا يا صاحبي تيجي امريكاني تيدوي فشي موضوع امريكاني عادي شخص عادي تيدوي سيدي على البيتكوين مثلا تتلقى بنادم اللي انتريسي ولا في زعما تيخدم في البيتكوين ولا في الفوركس ولا في الكريبتو ولا اي حاجه تلقى شي سيبورتي وكدا. وهادي حنا عندنا لا في المغرب بنادم شي ما حملش انت تدوي انت جابك المغرب واعر. وهذا راه سبب من الاسباب اللي خلاني ما بقيتش باغي ندوي على الراب المغربي بتاتا. ترى كنت باغي ندير فيديوهات على الراب المغربي شي افكار كنت باغي انفيستي في برامج وشحال من فكره وكذا ولكن اكتشفت انه ما يستاهلش. النيوز اللي كتفرح هي ان بيبي كاك تقلصت مده الحكم ديالو من بعد ما تبرأ من عده تهم اللي كانت متوجهه ليه. نقدر نقولوا بان بيبي جانج الحريه ديالو قريبه. وثاني خبر عندنا هي يوسف 45 خرج من الحبس ودا ستريم مع سهيل اللي قال غادي يعاونو باش يخرج تراكات. وكنتمنى من يوسف يخدم نقي بعد من دوك الافعال العشوائيه ونبقاو مع سهيل اللي منوض البلبالة ديما مره مع ميستر كريزي ومره مع قرطاس تنسى. والبلان ديال ميستر كريزي هو فاش جاب نيكو وهضر على ميستر كريزي بالخير صراحه. وعثمان انا ما تفهمش ليا علاش ما عجباتوش الهضره ديالو لانه هضر عليه بالخير قال لي الله يسهل عليه. السبب كان قديم واحد ليامات فاش كان عثمان حط واحد ستوري من واحد البنت في بيت الناس وكان خذاها سهيل في ديك الوقيته كابوس وطلع فوق الموجه وسفره معاها. في ديك الوقيته بقات العداوه بيناتهم بين كريزي وسهيل داكشي علاش عثمان ما عجباتوش الهضره ديالو وجابو في ستوريات. اما بالنسبه لقرطاس تنسى نعطت كريتيكات البلان ديال سترين في المغرب وبالضبط البلان ديال سهيل. بلاتي عندنا واحد طوندونس في المغرب ديال سترين انا ماشي ضد هاد الموجه ولكن الذي يضر خاطري هو ان رابر مسكين خارى حياته كامله كارير ديالو 15 عام ويحفر فيها وكيجي واحد يلا قاص الكلافي البارح وكيبدا يقول لك واو هي زعما كيفهم واو هي ودابزو ولاو كاع شي وحدين كيجيبوا روابا زعما بحال انترفيو فهمتي وراه كان كيدير ريفيو وراه كان كيتسخر يجيبها بريكا اون فري وات ذا فاك اش جاب حمارتك لا سيمين دو بيغان غنولي نستريمي انا كيقول لك راه حنا هما الانترميديير ما بين لا فام وروابا وانا اش كندير هنا اللي كيجيب روابا حدا كيبقاو كيشيكو بعض البلانات في الراب. وناد سهيل حتى هو شبهها بميستر كريزي غير راك بحال ميستر كريزي تيغتولي ميستر كريزي ديال الراب ديال الدريات. ونزع عثمان حتى هو قدر يقول عليها هي ام بي 1 ديال البنات في الراب. سهيل فين عشيري والله الا توحشتك بعدا حتى ملي جبتي سميتي الله فيو برو الا توحشتك اصاحبي الا توحشتك يا شوف غلطت قرطاس النساء لا ما فهمتيش انا معاك غتشبهني بشي وحده اخرى دابا نقول لك شكون هي اللي كتجي هي ميستر كريزي ديال البنات دابا قرطاس النساء هي ام بي 1 ديال الدريات ما فهمتيش نتايا لا زعما راه ام بي 1 هذاك هي الفيرسون ديال ام بي 1 الدريات يعني دايره الجامات وغير مطلعينها بيناتهم راه ما كاين حتى شي حاجه في الواقع داكشي كيبقى غير في المواقع. الدراري ما تاخذوش الامور بجديه والخبارات اللي مزيانين في هذه الوقيته وكينوضوا لي بيه في الراب المغربي هي بقال غيدو ستريم مع البوب واي كلاشي فيه بوس فلو. كل ما بغيت حتى من الساك غادي نجيبو هذا امبرو ماشي خايو باش نبان برو عندي بوليتار اللي جلد بيطوني راكي كانترون لا عندي كوسلو هذا بوسلو ماشي فلو سلو ماشي بوز فلو لا بغيتي عندي بولي نوري كوس فلو لا بغيتي عندي فيري ماشي اجبان لكم الدار قدر ردوا عليه بوز ولا لا. واخر بلان نقدر نسالو به الفقه ديالنا هي الكونسير ديال لوزين
اللي جا فيه بزاف تروابا بحال بوقال فيرا مورفين ختشك وبزاف تروابا اخرين. الدراري الى هنا يكون سهل الفيديو، بغيت طلب بسيط منكم هو تقولي كيف جاكم الفيديو في لي كومونتير، وبكاع الحب بغيتكم تبارطاجيو هاد الحلقه في كاع لي باج ترا كلشي. اي واحد يهز منها باجي صغيره ويحطها عنده ويطاقيني، انستغرام ديالي هو هذا يطاقيني وانا عنده زعما في ستوري. بغينا نديرو تشاوره في الراب وبغينا نديمارو بهاد الحلقه نوصلو 100 كالي زابوني.